السلام عليكم. طلعت اتكلم عن موضوع البنت اللي ضربت حماتها. شايفين الفيديو ده؟ مهما كان حصل، البنت ديت ناقصه ربايه لانها اتعدت على ست قد امها او اكبر من امها. فان حد يغلط في حد كبير لكن تتعدى عليه كمان بالضرب، فان البنت ديت قليله الربايه وما تربتش. وامها كانت قاعده معاها في الفيديو زي ما احنا شايفين في الفيديو، حمات البنت وام البنت والبنت قاعدين على السلم. البنت قامت وضربت حماتها وطولت عليها وراحت جابت خشبه وبتنزل عليها وبتضرب ضرب بغل، بغض النظر الولية حماتها دي عملت ايه معاها، ولكن البنت ديت قليلة الرباية انها تضرب حد اكبر منها في مقام والدتها او اكبر من والدتها. وباين على الست اللي هي خلاص كانت منهارة والبنت فرهدتها وضربتها جامد. بغض النظر بقى عن حماتها اللي يقولك حماتها استفزتها في تراكمات في مش عارف ايه، ولكن مش بطريقة اللي تخلي البنت تضربها او تتعدى عليها، مش بالطريقة ديت ابدا. اكيد في لكل موضوع حل، او اللي هي تشتكي او اللي هي تعمل، ولكن ما تنهلش عليها بالضرب. واللي يقول لك حماتها عاملة ايه، قالت لها خراسي، قالت لها عملي ده اصل عشان ما جابت لهاش سبوع فهم بيتكلموا في حاجة، دي تراكمات، دي حماتها كانت مطفحاها، حماتها بخيلة عليها، ده جوزها بيبعت الفلوس لامه ومش بيدي فلوس لمراته، وامه هي اللي بتصرف بتدي مرات ابنها المصروف. ولكن ما يوصلش الموضوع ان البنت تتعدى عليها وتضربها بالطريقة ديت. البنت ديت جوزها مسافر في دول الخليج وشغال بره، وجوزها بيقول اللي هو نزل واتخذ اجراء قانوني من اللي حصل دوت ورفع محضر بالفيديو المظبوط. جوزها رفع محضر على البنت، وبيقولوا ان البنت كمان في اخبار بتقول ان البنت اتحبست وتحولت للتحقيق، وان البنت اتقبض عليها، وبيقولوا هي في القسم او في المحكمة البنت عمالة تصوت اكن عليها جن او اكنها ملبوسة عشان التهمة اللي ليها تقع، ويقولوا ان البنت مش في كامل قواها العقلية او مريضة نفسيا او في اي حاجة. بس وصلنا لنهاية الفيديو، انت شايف الموضوع من اي اتجاه؟ هل الولية حماتها غلطانة، ام البنت هي اللي غلطانة، ام في جزء مفقود من القصة محدش عارفه لحد الان؟ بس مهما كان ما ينفعش اللي هي تمد ايديها على حد اكبر منها. بس كده، سلام.